أزمة خانقة هنا في النقل في وسط المدينة، يعني الناس ما لاقينش المركوب. السلام عليكم. اهلا بك. اذا لبس عليك مرزين الله يحفظك الله يحفظك يا اخوي. الله يحفظك يا اخوي الله يحفظك. غادي غادي. غادي نعاود نذكركم مشاهدينا الكرام، حنا كنتواجدوا يعني في وسط مدينة الدار البيضاء وسط العاصمة الاقتصادية، يعني أزمة ديال النقل هنايا، الناس كيقلبوا على المركوب وما لاقينش. يعني مع الويكاند طبيعة الحال الناس كلهم كيخرجوا.